الناس كلها بتعيط بدل الدموع دم عاد انا انا بعيط بدل الدموع لما وده فكرني بواحد تركي اسمه إلكر يلمز كان بيطلع من عينيه لبن، وده بسبب ان عنده خلل في غدة العين الدمعية، لان عنده تجويف غريب بين جفون العين ومراخيره بيخليه بعد ما يشرب اللبن من بقه يقدر بسهولة جدا ان هو يطلعه من عينيه، ودخل بالطريقة دي موسوعة جينيس. اما بقى يا صديق المتفرج، شوف انت تقدر تدخل موسوعة جينيس في ايه عشان نقولك ادخل يا عم جينيس. هو حضرتك مين؟ ابو جينيس. مين؟ ابو جينيس. انت عم جينيس؟ يعني انت مش مأذون شرعي؟ لا لا، او ممكن عادي. الحشيش تمام؟ كله زي الفل يا حبيبي. انت زي الفل؟ كله زي الفل. طب انت عندك هنا الناس اللي انا لسه قايلها دي صح؟ كلهم يا بيه. ومش كل اللي دخلوا موسوعه جينيس دخلوها بحاجات مهمه وحاجات ضروريه، لا ساعات بيخشوا بالهيفا، لان سنه 2022 استخدم جيمي كوتون 10 علب من المشروبات الغازيه الفاضيه وثبتهم على وشه وراسه بعد ما حلق شعره زي البطه، وقدر ان هو يثبتهم لمده 5 ثواني، وده لان جلده بيمتص الاكسجين. الله اكبر عليك يا ابني، ما تسجل يا عم جينيس. ومن اوروبا للعراق، وده برضه في نفس السنه سنه 2022، قدر ابراهيم صادق انه يثبت 18 بيضه على ظهر ايده، واتكلم ان ده محتاج تركيز كبير جدا. اما بقى لو كنت من محبين العاب الجمباز والتوازن وخصوصا المشي على الحبل، هتتفاجئ لما تعرف ان الامريكيه اريانا ويندر لبست جزمه كعب 4 بوصه ومشيت على حبل مشدود لمسافه 639 قدم و7 بوصه. ما تسجل ما تسجل يا عم جينيس، يعني الوليه تعبت ومشيت على الحبل بكعب 4 بوصه وانت ما سجلتش؟ سجل يا عم. عارف بقى لما تروح مطعم وتطلب اكل صاحبك ما يفرقش معاه شطه؟ اركن بقى يا عم على جنب عشان انت ما بتعرفش تاكل شطه. وده لان الامريكي جريجوري فوستر صاحب المعده الفولاذيه اكل 10 حبوب فلفل كارولينا ريبر الحار، والمعروف انه اكتر فلفل حراق في العالم، وكلهم في 33 ثانية وربع بس. ولو فاكر ان اللي فات ده الاغرب، تعال بقى وانا اقولك على الغريب اللي جاي، ان جمعية هيروكازو تاناكا اليابانية دخلت الموسوعة لما قدرت ان هي تجمع 178 شخص مشتركين في الاسم الاول والاسم الاخير، واللي جاية دي بقى اهيف من الهيفة، احنا بنيجي للهيفة ونتصدر. في واحد اسمه ديفيد رش قدر انه يدخل موسوعة جينيس عشان قدر ينفخ حباية بسلة لمسافة 84 قدم و11.28 بوصة. ما تسجل ما تسجل يا عم جينيس، ده انا نفسي اتقطع. ومن اغرب بقى الارقام القياسية اللي انا شفتها، هو رقم قياسي في الجري على الايدين والرجلين. الياباني كاتسومي تاماكوشي جري على ايده ورجله مسافة 100 متر، وكمان سجل اللعبة دي ان هي من اختراعه سنة 2013، والرقم القياسي في اللعبة دي متسجل باسمه. اما بقى عن لعبة ركوب العجل اللي هي لعبة الاطفال، مفهومها اتغير مع عازف التشيلو الالماني كريستيان ادم، اللي مشي 60 كيلو متر وهو راكب العجلة وبيعزف كمانجا، وقطع المسافة دي في 5 ساعات و9 دقايق. اما بقى عن الامريكاني لوك ايكنز اللي نط من ارتفاع 7620 متر فوق وادي سيمي في كاليفورنيا ومن غير باراشوت. والله زي ما بقول لك كده، من غير باراشوت، عشان يقع فوق شبكة أمان واسعة بمساحة 30 متر مربع، وفي القفزة دي وصلت سرعة لوكا ل 220 كيلومتر، يعني لو رايح اسكندرية يروحها في ساعة إلا ربع، بس في النطة دي كان معاه 3 أشخاص محافظين على توازنه واتجاهه. أما بقى عن رياضة المصارعة اللي كلنا كنا مهتمين بيها وإحنا صغيرين، اتسجل رقم قياسي في موسوعة جينيس بشكل مختلف تماما عن اللي متعودين نشوفه. بص يا سيدي، المصارعين الاثنين كانوا بيدهنوا جسمهم زيت ويلعبوا على العشب عشان الزفلطة وكده، ومحدش يقع على دماغه يتكسر. وبيقول لك اللي بيشارك في الماتشات دي السنة دي سنة 2024 حوالي 752 مصارع، وده عدد قليل جدا على اللي شاركوا السنة اللي فاتت سنة 2023 اللي عددهم وصل ل 3000 مصارع، بس تقريبا السنة دي في أزمة في الزيت. أما بقى عن الطاقة الروهية اللي موجودة جوه كل واحد فينا يا محي، فهنلاقي الصيني وانج دي باو سنة 2008 وقف على 70 بس، وهم السبابة والوسطى، لمدة 19 ثانية، ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. لو عجبتكم الحلقة قولوا لنا في الكومنتات تقدروا تعملوا إيه تخشوا بيه موسوعة جينيس، وتابعونا على صفحاتنا على الانستجرام والفيسبوك والتيك توك كمان، وعلى قناتنا على اليوتيوب، وفعل زر الجرس. برنامج أنت ما تعرفش، مسرح نهاد صليحة. سلام. الياباني كاتاسومي كاتايوشي. إيه؟ كاتاسومي كاتايوشي؟ تماكوشي. تماكوشي. الياباني كاتاسومي كاتايوشي. الياباني الياباني كاتسومي تماكوشي. الياباني كاتاسومي كاتيوشي. ده لو برضه اوكي كاتيوشي. الياباني كاتسومي تماكوشي. تماكوشي. الياباني كاتاسومي هو رقم قياسي في الجري، هو رقم قياسي في الجري على الايدين والرجلين. يلا ورا ثاني. هو رقم قياسي ايدين.